اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من قناه دي ار ام دي في. الغسول اللي قدامك ده لو بشرتك دهنيه هيفيدك جدا، ومش بس الغسول ده، اي نوع غسول لابد ان انت تستخدمه لبشرتك لو بشرتك دهنيه، لان ده هيقضي معاك على الاتربه، هينقي المسامات من الشحوم ومن الدهون ومن الزيوت، وبكده تقدر تحافظ على بشرتك لفتره طويله جدا. الحاله اللي قدامك دي حاله مستعصيه تماما، كنا عرضنا فيديو في السابق. لو حابب تشوف تفاصيل إزالة الدهون ياريت تشترك معنا بالقناة وتعمل لايك للفيديو وكمان تشيره مع أصدقائك. عايز أقول لحضرتك حاجة كمان، الدهون دي إحنا بنخرجها في مراكز التجميل، أما هي لو حب شباب لابد أن أنت تستشير طبيبك ويقوم معاك بتدخل بالعلاج اللازم لحالتك. أما في مثل هذه الدهون بنقوم بإخراجها سواء بالأجهزة المتطورة في مجال تنظيف البشرة أو عن طريق أجهزة البخار والضغط على المسام لكي تخرج الدهون، وعن طريق الصنارة والإبر زي ما حضراتكم عارفين. ياريت اللي حابب يشوف فيديو تنظيف البشرة وبالأخص البشرة المعروضة بالفيديو ياريت يتابعنا بالقناة ويفعل جرس الإشعارات علشان يوصلوا كل جديد وقت نزوله على اليوتيوب. أشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.